معنا رئيس فريق شباب محمدية السابق، ونسولك حول جم العام اللي غيتعقد اليوم 29 في هذا الشهر هذا في العمالة، يعني في القاعة الاجتماعية ديال العمالة. بزاف كنشكركم بعد على هذا السؤال، يعني انكم نبهتونا. كل ما كيتداول الان لا في ملعب البشير ولا في بعض المواقع الالكترونيه انه الجمع العام كاين نهار الخميس في العماله، ولكن كنا كنشوفوا دائما بان الناطق الرسمي اي خبر الا كينشروا في الموقع ديالو. الان ما كاين حتى شي خبر اللي هو صحيح، ما يمكن ليش نقول بانه راه كاين الجمع العام ولا ما كاينش، ولكن باش يتعقد في العماله هناك اسئله كثيره غتطرح ان شاء الله، وكمنخرط وكود المدينه يديروه في العماله ولا يديروه حتى في البيت الابيض، راه ان شاء الله غنكونوا في المواعيد ان شاء الله. واش هناك بعض المخارطه ممنوعه من الدول؟ راني صرحت لك بانه لحد الان ما كاين حتى شي حاجه رسميه. الا غادي نهضر على شي حاجه اللي ما كايناش راه يمكن غنسبق الاحداث، نتسناو بعدها خصنا نتعلموا 15 يوم قبل الجمع العام. لحد الان الخميس المقبل اللي باقى ليه 3 ايام ولا 4 ايام ما تعلمناش كمنخرطين، اذا كيف يعقل ان نقول بانه كاين الجمع العام نهار الخميس؟ شكرا سيدي.